المباشر إيمان طبيب من أمام وزارة الصحة، وأيضا معنا موفد تلفزيون النهار إلى المحكمة الإدارية ببئر مراد رئيس هشام شريف. أهلا بكما معي. ستكون البداية مع هشام شريف. طيب، مع إيمان طبيب. إيمان، صباحك سعيد، أهلا بك معنا. أنت متواجدة الآن أمام مقر وزارة الصحة، تفضلي. إذا صباح الخير زميلتي لميس، صباح الخير إلى كل المشاهدين. نعم، أنا متواجدة هنا أمام وزارة الصحة، أين تجري الآن فعاليات الاجتماع التي أو الذي تشارك فيه التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين مع وزارة الصحة للنظر في بعض مطالب الأطباء المقيمين كما قلت على غرار الخدمة المدنية. الاجتماع للتذكير، الاجتماع هو مغلق وقد بدأ منذ أكثر من ساعة. من سنعود إليك إذا كان هناك جديد. شكرا جزيلا لك. إذن إلى هشام شريف من أمام المحكمة الإدارية بئر مراد رئيس، ينتظر أن يتم النظر إذن في شرعية إضراب الأطباء المقيمين من عدمه. هشام شريف، هل من جديد؟ نعم، صباح الخير زميلتي لميس. أنا متواجد الآن أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رئيس. الأنظار هنا متجهة إلى محكمة بئر مراد رئيس، في يعني بعد قليل سيصدر حكما قضائيا في شرعية الإضراب للأطباء المقيمين من عدمه. يعني لا جديد حول يعني حكم المحكمة بخصوص هذا الإضراب. للإشارة فقط زميلتي لميس أنه الأطباء المقيمين قاموا بإضراب وشنوا إضرابا منذ أسابيع يطالبون فيه بعدة مطالب تخصهم على رأسها الخدمة المدنية وغيرها من المطالب. ننتظر فقط يعني حكم المحكمة الإدارية حسب بعض المحامين يعني المحامين في القائمين في أحقية التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين. وكذلك هناك أيضا وفد يعني وفد من وزارة الصحة هنا قائم يعني ممثلي عن وزارة الصحة قلت هنا موجودين أيضا داخل المحكمة الإدارية لبئر مراد رئيس. لحد الساعة فقط لتذكير لا يوجد أي قرار بخصوص هذا الإضراب، وسيكون في ساعتنا اللاحقة تفاصيل أكثر عن هذا الحكم. أكيد، شكرا جزيلا لك هشام شريف، وشكر موصول أيضا لك إيمان طبيب من أمام مقر وزارة الصحة. ستكون لنا متابعة بعد قليل إن كان هناك جديد. شكرا جزيلا لكما ولكل الطاقم العامل معكما.